السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وفي هذا الفيديو جبت لكم تنويه بخصوص يعني نتائج 5 أيام شهادة التعليم الابتدائي تم تأجيلها إلى إشعار آخر، كان من المفروض تظهر اليوم على 2 زوالا، إلا أنه تم تأجيله بسبب امتحانات البيام شهادة التعليم المتوسط. انتظروني إن شاء الله في الأيام في الساعات المقبلة، راح نجيب لكم الوقت بالتحديد.